السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إمام القناة عالم إمام التنظيم والوصفات. اليوم إن شاء الله الفيديو غتكون عبارة عن بعض الأشياء اللي قمت بها اليوم، حبيت نشاركها معكم كيف ما العادة، وبالخصوص بالنسبة للبنات أو للسيدات اللي يعني ما فيهمش ما يديروا شي حاجة وكيحسوا بالملل وبالخمول وبالكسل. هذا الفيديو إن شاء الله غادي تكون تحفيزية ونتمنى أنها تفيدكم ولو بأشياء بسيطة. غنبداو على بركة الله. هاد الصباح يعني من بعد ما خديت وجبة الفطور غادي نقوم بالطي ديال الملابس. يعني انا شخصيا ملي كنحيد الملابس من الشرفة اولا من السطح كنوضعه مباشرة في واحد المكان اللي غيزعجني، يعني سواء في هاد الصالون او في صالون اخر او في الكولوار، يعني واحد المكان اللي كندوز عليه وكنرجع عليه، فكنضطر انني نطويهم يعني في هذاك الوقت وما يبقاوش هكا متراكمين. فكنصحكم انكم ما تخليهمش في الشبكة لانهم يقدروا يبقاو عدة ساعات او لا يمكن عدة أيام في هذاك الشبكة كما هي. فإلا وضعتي الملابس في واحد المكان اللي غتبقاي تشوفيهم طيلة اليوم أو لا في هذاك الوقت، تأكدي بأنك غتضطري أنك طويهم في الوقت المناسب، وهكذا ما يبقاش عندك فوضى وترجعيهم للأماكن ديالهم مباشرة. المهم هو أنه ما تخليهم في الشبكة ديال الملابس. من بعد ما رجعت الملابس للاماكن ديالها في الخزانه غادي نتوجه لغرفه النوم. غنمسح الغبار وغنغسل الارضيه، غننظفها هكذا شويه. ويعني ملي كديري كل مره حاجه فغادي تهناي وما كيكونش عندك يعني تعب اثناء داك التنظيف العميق او التنظيف الموسمي. فمن الاحسن كل مره ديري حاجه ما غاديش تحسي بالتعب، وفي نفس الوقت البيت نتاعك غيبقى دائما نظيف. هنا حيدت هاد الزريبيات اللي عندي في الاركان ديال الغرفه، فتحت كذلك النوافذ والشرفه باش هكا يمشي الغبار، لاني مسحت الغبار اللي كانوا في فوق السرير ولي كومود. وكما كتعرفوا يعني الشرفه عندي كبيره بزاف وكتدخل ليا الغبره بكثره، يعني واخا الا غسلت او لمسحت الغبار اليوم فاليوم غد غادي نلقى الغبار بنفس الكميه. فكنحاول ما امكن انني نحيد الغبار هكا يوميا، يعني غير خفيف ظريف، يعني ما نقدرش نديرهم دائما كل نهار بلا ميم كادونس، ولكن تنحاول نحيد شويه كل ما حيدت كل ما مزيان. غنبقى مستمره. وهنايا غادي ناخذ واحد الاناء اولا واحد السله غنوضع فيها كالمنظفات اللي كنستعمل في الارضيه، وغادي نبدا هكا ندوز يعني في الاول بالمكنسه ومن بعد غادي ندوز بالكرات اولا بالجفاف حتى نحيد يعني هذوك البقايا ديال الصابون، وعاد غادي نمشي للاماكن الاخرى. من بعد ما انتهيت من تنظيف الارضيه وكذلك مسح الغبار غنرجع الاشياء للمكان ديالها. كنصحكم البنات دائما قبل ما تخرجوا من واحد المكان او من واحد الغرفه تاكدوا بانكم رجعتوا كل شيء للمكان ديالو من قبل، لانه الا خليتوه هكذا مرون غادي تمشيو تقوم باشياء اخرى وغتنساو، وملي ترجعوا غيتلقاو واحد العبء كيستناكم وخصكم تعاودوا ترتبوا الغرفه ولا المكان اللي كنتوا كتنظفوا من قبل. فيعني انا شخصيا دائما كل مكان كننظفو كنرجع فيه الأشياء كيف ما كانت عاد كنمشي لمكان آخر.
من بعد البنات ما انتهيت من غرفة النوم ورجعت الأشياء لمكان ديالها، غادي نقوم الآن بتنظيف غرفة الجلوس. هي صراحة كتكون هكا يعني كنجلسوا فيها، والأطفال كذلك تيكونوا معنا، كيكون بقايا ديال البسكويت فوق الزرابي، يعني فريمون متسخة. فاليوم إن شاء الله غنركز عليها. بالنسبة للصالون المغربي فهو يعني ما كيتسخش يعني دائما، وما كنجلسوش فيه بزاف، فما غاديش نحاديه، وفي نفس الوقت يعني ثقيل، خصني العوين باش نقدر نخرج السدادر إلى آخره. فكنصحكم انكم ما تحيدوش كل شيء في مره واحده، كيف ما قلت لكم حيدوا الاماكن اللي عليها الدرك كيف ما كنقولوا، اللي كتوسخ بسرعه. بالنسبه لباقي الغرف او للاماكن الاخرى، فيعني الانسان يدير واحد الجدول هكذا، وكل مره يحيد عليه حاجه. غنبدا نحيد الطاوله، غنحيد كذلك الزرابي، غنوضعهم في الشرفه يتشمسوا، مع ان الجو يعني تغير هاد الايام، ما بقاتش الشمس ولا شويه ديال الريح وكاين المطر احيانا، ولكن غنستغل واحد الفجوة النبلية، الجو شوية صافي هاد الصباح. وهاد المكان بالضبط كان جد متسخ، كانوا فيه أشياء كتيرة تحت من لي فوتوي أو تحت الكنبات، لقيت ألعاب كتيرة أوساخ كذلك، بقايا ديال البسكويت. المهم بقيت مستمرة حتى كملت هاد الشي كامل، مسحت الغبار كذلك، وغنرجع لكم من بعد. هاد المنظفة البنات كنت شاركته معكم في واحد الفيديو قديمة، هو خاص بالجلد، يعني يمكن لكم تنظفوا به سواء الأتات أو لا تنظفوا به الجلد ديال السيارة، رائع جدا وعملي، وكينظف وكيحيد يعني هادوك لي طاش اللي تيكون صعيب أنك تحيدهم بالماء أو لا بواحد المنظف عادي، فيعني جدا عملي، والثمن ديالو ما كيتعداش 40 درهم، تقدروا تلقاوه في كارفور او لامرجان او في دوك المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال الشمال في درب غلف، بالنسبه للاشخاص اللي ساكنين في مدينه الدار البيضاء. كنصحكم كذلك انكم تنظفوا بالماء والخل، لان واحد منظف اللي طبيعي والخل راه موجود يعني في كل بيت وكيعقم في نفس الوقت، هذا هو الشيء المهم. بالنسبه للخل والماء يمكن لكم تمسحوا به الارض، تمسحوا به الجلد، تمسحوا به كذلك النوافذ، خشب، اي مكان، فهو كيبقى واحد معقم اللي رائع جدا واقتصادي ومتوفر في البيت ديالك. مسحت كذلك المرآة اللي كاينه في الصالون، وهذا المنظف كذلك رائع جدا، لانه تيرغوي وفي نفس الوقت كينشف بسرعه وتيخلي لك المرآة ديالك رائعه وهكا تتبان لامعه. فهي غادي نبقى مستمره. بالنسبه للزجاج عفوا ديال النوافذ فانا ما غسلتوش، لانه كان عندي نظيف يعني غسلته هذه فقط هذا الاسبوع، فما غاديش نقوم بغسل النوافذ. غنبدا نرجع كل شيء المكان ديالو كيف ما قلت لكم، قبل ما نخرج من الصالون غنرجع كل حاجه بلاصتها، وعاد غادي نمشي نشوف شنو غادي ندير من بعد. ضفت كذلك واحد لوريدات في اللون البنفسجي في هذه المزهريه باش نكسر هذاك اللون الابيض، وانا من الاشخاص اللي كنبغي بزاف الورود سواء اصطناعيه او حقيقيه، كتعطي واحد الجماليه للبيت، واحد الجمال يعني في داك المكان اللي كتكون متواجده فيه. صافي هنا انتهيت بالنسبه للصالون، خرجت هذاك الاشياء يعني اللي خرجت من الصالون دوزتها للكلوغ، لانه هو اللي باقي غادي ننظف من بعد.
وهنا يعني كل شيء رجع المكان ديالو، كيبان لي الصالون نقي ونظيف ومرتب، وكنحس بواحد الراحه نفسيه، يعني اللي حتى النفسيه ديال الشخص كتغير ملي كيكون نقاء، ملي كيكون داكشي هكا يا بلاصتو، ما كاينش كركبه، ما كاينش العاب، ما كاينش فوضى، كتحس بواحد الهدوء، وكتكون كذلك المعنويات مرتفعه. فهنا البنات قربت نسالي، اخر شيء غنقوم به هو تنظيف هذا الكولوار او المدخل ديال البيت. بالنسبه لغرفه الاطفال كنت نظفتها من قبل من وضعت الاسره الجديده. المطبخ كنخصص ليه واحد اليوم خاص، يعني ما كنشاركوش مع التنظيف ديال الغرف. نفس الشيء بالنسبه للحمام، حتى هو كنخصص ليه واحد اليوم خاص. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للصالون الكبير فهو نقي كذلك، ما قمتش بالتنظيف ديالو. كل مره حاجه باش الانسان يعني ما يشعرش بالتعب وبالارهاق وما يقدرش يكمل اليوم ديالو، خصوصا الا كانوا عندنا اطفال صغار. كتكون البنات هذه الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وحمستكم هكا وعطيتكم واحد شويه ديال الطاقه ولو قليله. الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم، ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. كنضرب لكم موعد قريبا جدا، فكره جديده وموضوع جديد. الى اللقاء.